نتوقف معا مع هذا اللقاء اللطيف من الفارس، فارس قفز الحواجز بدر الحارثي، اللي كانت فيه له إنجازات كثيرة في هذا الميدان، خصوصا أنه بدأ ركوب الخيل بعمر صغير. ومن أهم إنجازاته كان كأس الاتحاد لأقل من 16 سنة. إذا حابين تتعرفوا على المزيد عن تفاصيل مسيرة بدر، خلينا نشوف هذا اللقاء. كان عمري 10 سنوات، كنت أروح نادي لغر حي السفرات، كنت ما أعرف الخيل، مع الوقت تعودت صرت أحب الخيل وبديت في نادي لغر. شاركت في شوط التحدي الدولي، حققت فيها الثاني الحمد لله، وكأس المؤسس حققت فيه 16 الرابع والخامس. أنا أحب أتعامل أكثر شيء مع الفرس كورفانة، متعود عليها وركبها أي أكثر من الحصان يونيل، والحصان يونيل صار يركب أخوي، ما مشى معي كويس. تقريبا لي فرس كورفانة لي سنتين تقريبا، الحمد لله سنتين ذي تعودت معه. أنا أحب القدر يكون بدر محمد الفرد، لأنه فارس أولمبي ومن زمان في الخيل، فحبيت أبدأ معه، الحمد لله ماشي.